وصلنا لمساحة الطفولة سالي، ورح نحكي اليوم عن موضوع بناء الثقة بشخصية الطفل، أهميته أيضا بتفاعله بالمجتمع. اليوم رح نحكي تفاصيل ومعلومات كتير مهمة مع استشارية الاجتماعية والنفسية رندا علي ديب. صباحك يا رندا. صباح الخير، سعد صباحك. صباح الخير رندا. صباح الثقة دائما نحن من خلال حديثنا معك، يعني كل شيء بخص الطفل دائما بتحاولي توصلي لهذا الهدف اللي هو الطفل يبني شخصيته بطريقة سليمة، يبنيها بطريقة صحيحة وأيضا بثقة. فخلينا نحكي عن أهمية الثقة بالنفس عند الطفل. دائما نحن طريقة الرسائل اللي بنعطيها لبعض أو بنعطيها لأطفالنا هي بتبني الشخصية، فيا أما بيطلع ثقته بنفسه جيدة يا أما بيطلع لا. دائما نحن في عنا سلم بنقيس حالنا عليه من 1 لـ10، إنه قديه أنا بين المجموعة اللي من نفس عمري أو من نفس فئتي، قديه أنا بقدر، قديه أنا قيمتي لنفسي، بحط هذا التقييم. الطفل نحن ممكن نقدر نقيم هذا الشيء، ولكن هذا بيرجع للطفولة، الطفل ما بيقدر يحط هذا التقييم لنفسه بطريقة مناسبة تماما لإمكانياته ومهاراته، لأنه هذا بيرجع للأهل وكيف هن بيتعاملوا معه، كيف طريقة تعزيز ثقة الطفل بنفسه تمام. أو العكس تماما، أحيانا بيكون في مفاصل كتير بسيطة أو مفردات كتير بسيطة بس هي كتير مفصلية، لأنه يا تبني له ثقته بنفسه للطفل يا العكس تماما. أكيد رندا، يعني عم تحكي عن موضوع كتير مهم، يعني اليوم عم نلاقي التربية يا أما الإفراط بإعطاء الثقة للطفل حتى ممكن تأثر على الأنا تبعه يطلع كثير مغرور، او انه مسح هذه الثقه يطلع كثير ضعيف الشخصيه. اليوم اعطينا هي الكلمات التحفيزيه اللي ممكن تستخدمها الام ببناء الثقه بشخصيه الطفل، واي عمر ممكن تبلش؟ من اول ما يبدا الطفل يبلش يزحف يمشي يحاول يكتشف الاشياء اللي حواليه، هي الفتره الاكتشافيه دائما هو بيكون حذر منها، لانه ان شاء الله لو بده يفتح صندوق صغير يشوف شو في بقلبه. طريقه رد فعل الام انه لا انتبه، او هذا الانفعال دائما هو بالنسبه له حيكون اكبر من حجم الشيء اللي عمله، فحيخاف مع الوقت، رح يصير هذا يبنيه على كل الخبرات التاليه اللي هي اهم حتكون بحياته، فبالتالي ما حيكون في عنده الثقة بنفسه، غير لأنه بتلاقي دائما في أطفال ما بيعملوا شي غير ليطلعوا بأهلهم إنه نعمل ولا لا. صحيح. هلا هن بيقيسوها بطريقة شوي غلط، إنه أنا هي ما شاء الله شو مربى، يعني هي في كتير خيط رفيع ما بين يكون هو ثقته بنفسه قدران يكون عنده هاي المحاكمة لأنه يقوم على خطوة معينة أو لا، أو ما بين هو في عنده حدود بالتربية هو متقيد فيها. دائما المفردات، مثلا انا ممكن لما ما اكون منفعل كثير دائما بقول له خلينا نجرب شيء ثاني، ما يكون دائما هي لا اللي غير مبرره، دائما تكون لا مع ليه، او انه يعني ليش انت رفضت اعطي انا هذا الشيء. الطفل ذكي بيعرف تماما، بيقدر يقيم تماما هي الاشياء. دائما انا بحطه بانشطه، بحطه ب ضمن مجموعات. نحن للأسف مثل ما ذكرتي نحن بتكون عنا حماية زائدة لطفلنا، فمنلاقيه بالبيت كتير شخصيته قوية، ولكن لما بيطلع على وسط اجتماعي خارج المنزل فهو بيطلع كتير طفل منطوي خجول خائف، دائما في التصاق كتير كبير بأمه، ما بيقدر يعمل شيء غير ضمن أهله. فهذا الشرخ بين الشخصيتين داخل البيت وبرا البيت هذا اللي بيعمل قلة هالثقة وبيعمل تقدير ذات منخفض عند الطفل، ما بيقدر يقيم نفسه غير بوجود شخص داعم له، وبالتالي صار اتكالي، صار ممكن يعطيكي هيئة شخص مغرور ولكن ضمنيا هو شخص خائف وما عنده أي إمكانيات. صحيح. أو عنده إمكانيات ومو عرفان يكتشفها أو مو عرفان يحطها على السلم تماما اللي احنا ذكرنا. يعني رندا ايضا بنشوف امهات، يمكن دائما انت بنحكي بهذا الموضوع، بتتعامل مع اطفالها كانه شخص كبير وواعي، يمكن هذا لاي حد بيسهم انه هو يكون تكون شخصيته قويه بين الناس، عكس الاهالي اللي بتتعامل مع طفلها كطفل مثلا انه هذا لساته ما رح يفهم او ما بيفهم، اذا ما فهم 100% او ادرك 100% فهو بحس، فقديش مهم انه يكون تعامل بطريقه صحيحه ومتوازنه مع الطفل. تماما، كثير بيجي انه طيب انت قلتي لنا انه مثلا شجعه، طيب انا شجعته ما مشي الحال، هلا رجعتي قلتي لي انه لا لازم اقول له ما بيصير، فهذا دائما التخبط بين انه انا امتى اقول ايه وامتى اقول لا او امتى احط هاي الحدود، بيرجع لامكانيات الطفل، انا ما فيني اعطي امكانيات او شجع طفلي او اعززه
بشيء هو ما بيقدر يعمله، فأنا وصلته للغرور إنه هو بيقدر يعمل شيء، لما بيروح ليعمل اللي أنا ما عنده هاي الإمكانيات، فبالتالي رح يصير عنده إحباط، حيصير عنده يتراجع شخصيته. نفس الشيء لما أنا بكون عم بيقدم لي شيء كتير حلو وأنا بنفس الوقت ما عطيته هالاهتمام، فكمان هذا ما حيلاقي رد فعل للإنجاز اللي هو حققه. كمان نفس الشيء أنا صار عنده لا مبالاة إنه أنا شو ما عملت ما عم بيعجبون. لازم دائما أنا عزز وكافئ وأعطي هالمفردات الإيجابية المناسبة تماما على حجم الإنجاز، لا أكثر ولا أقل. هون أنا بطلع شخص متوازن قدران يقيم نفسه، بيوصل بمرحلة المراهقة والرشد هو شخص كتير عرفان إمكانياته وعرفان يستغلها. قد إحنا بنعرف ناس كتير إمكانياتهم ضعيفة ولكن عندهم شيء بيميزهم، رغم إنه هي رغم كل الفروق الفردية اللي بين فئاتهم، بيعرفوا يستغلوا النقطة الإيجابية ويتميزوا فيها بطريقة كتير إيجابية ومفيدة. نحن دائماً لازم نخلق هذا التوازن بتعاملنا مع الطفل لنعلمه بالمقابل هو يتعامل مع نفسه ومع محيطه وحتى معنا بالمراحل الثانية لما بيكبر. رندا، كمان في يمكن قصة المقارنات بغير أطفال، مثلا روح شوف مثلا ابن خالتك أو روح شوف رفيقتك أشطر منك كذا، خاصة بأعمار صغيرة. هاي الكلمات ممكن تأثر على الثقة ببناء شخصية الطفل، وكيف فيها الأم تحفز الطفل يعني مثلا على الشيء المنيح، تمنعه عن الشيء المو منيح وتعزز ثقته، خاصة أحيانا بنلاقي إنه هي القصص التفاصيل الصغيرة بالصغر عم تأثر على الكبر، يعني عم يطلع الواحد إذا كان مهزوز الشخصية عم تصير معه كثير مشاكل نفسية بالحياة. تماما، بتلاقي فئة المراهقين أو الشباب دائما شو ما نعمله ما بيعجبهم، بيعجبهم شو في مع رفيقهم او شو الانجاز اللي حققه رفيقه او صديقه، ما عكس ما هو شو حقق، ما بيشوف انجازاته او امكانياته، بيشوف شو عند غيره. هون بنرجع لهي الفكره اللي ذكرتيها بالطفوله، لما انا بجي بقول له شوف اخوك كيف اشطر منك رغم انه ممكن هو يكون متميز بشيء ثاني. دائما انا بضوي على الاشياء السلبيه بطفلي، ما بضوي على الاشياء الايجابيه. دائما ممكن انا اكون طالع مثلا برنامج هذا كثير بنشوفه انه شوف كيف بيعرف يعمل، شوف ثقته، شو انت مالك هيك. بالمقابل هن كاهل ما قدموا له الفرصه اللي تقدمت للشخص الثاني اللي عم قارن ابني فيه. لهيك نحن ما لازم نكون مشحفين بهي الطريقة مع أطفالنا ولا مع نفسنا، لازم يكون في هذا التوازن. لازم دائما أنا أحط ابني بالشي اللي بيتميز فيه. شخص مثلا عنده مشكلة أو إعاقة معينة مثلا برجله، عندما بعطي هذا المثال ما بروح بحطه بسبق لو روح سابق، بروح بعلمه شيء تاني يقدر يبرع فيه لحتى ما يضل عنده هاي النظرة الدونية عن نفسه. صحيح. وبالتالي بيبني للأسف أنا بقول لهم بيطلع عنده صفات سيئة، بصير في عنده حقد، ردات فعل. تماما، للأسف بترجع على الأهل، رغم هن كانوا أكيد هن قصدهم لما عم بيقارنوا إنه هن يحفزوا، ولكن هي الطريقة خطأ. فبيرجع الطفل على بردات الفعل السلبية على أهله قبل ما يكون على المحيط. يعني رندا قد ايه حلو مثلا انه طريقة التحفيز تكون صحيحة، يعني مثلا المثال اللي انت ذكرتيه، او اذا بشوف حدا عم بيغني او صوته حلو وطفل ما له صوته حلو بيقول لامه انا ليش ماني مثله، بتقول له لا انت عندك شغلات يمكن ثانية هو ما عنده اياها. قد ايه مهمة الكلمات، انتقاء الكلمات، يعني هن يا حرام الاهل من حبهم للطفل فبفكروا عم يعملوا له انه شيء منيح والله يعني كون مثله، طيب هو صوته مو حلو الزلمة نفسه. تماما، هلا مثل هذا المثال ممكن ببساطة أنا دائما بقول لهم مثلا ممكن يكون رسمه حلو، فأنا بجيب له شيء من إنجازه إنه شوف أنت بترسم كتير حلو، أنت موهبتك توازي موهبة الغناء ولكن باتجاه تاني. ممكن كتير يكون هو بارع بنشاط رياضي معين، أنا بحفزه عليه دائما بحطه بجروبات رياضية، هذا كتير شيء بيساعد. ممكن أنا يكون هو كتير شاطر بالبناء، يقدر يعمل نموذج كتير بده إمكانيات وإدراك عالي اللي بيقدر يصمم من مكعبات نموذج بناء. فهذا نحن ما بنعطي أهمية، بنقول إنه يلا عم بيلعب، ولكن هو فعلا بيعطيني مؤشر كتير إيجابي على إمكانيات طفلي المستقبلية، وهذا أنا فيني خليه له إنه شايف أنت إنجازك هون
كل حدا متميز بشيء. هون بنرجع للمقارنات دائما. لما انا بعمل انه مثل ما قلتي انه هو شاطر، لا انت شاطر كمان بهذا الشيء، نحن رغم اختلافنا كل حدا في عنده شيء بيميزه. هاي النقطه لازم نحن نركز عليها دائما. انا بقول لهم لازم وقت يعمل شيء نرجيه انجازه للطفل، ولو من رسمه ولو من لعبه ركبها، نحط له اياها انه يحضر له بكره للكل يعرف انت قد ايه بتعرف تبني مجسم، او قد ايه انت بتعرف ترسم، او قد ايه انت بتعرف تشكل بالمعجون او بالصلصال. هاي كثير اشياء بسيطه وبالبيت بيقدر يعملها بدون اي كلفه، وبنفس الوقت بتأرجي امكانيات الطفل وانجازاته. رندا، يعني دائما بتركزي على مبدا التشاركيه مع الاطفال حتى الواحد فعلا هيك يبني الثقه ويحسسه شوي بظروف البيت والمسؤوليه. خلينا نحكي شوي عن العنف. احيانا بعض الاسر تستخدم الضرب كمبدا عقاب لو انه عن محبه. قد ايه بياثر ايضا هذا التعامل على ضعف شخصيه الطفل والثقه فيها؟ تماما، بقول لهم انا دائما العنف بيولد عنف، والاستهتار بيولد استهتار. لما انا بكون شخص متوازن دائما في العقوبه ابدا ما بتكون بالضرب. قلت لك طب انا كيف بدي اتعامل معه؟ لما انا بقول في معززات مثل ما حكينا، ممكن يكون زياره بيت التيتا اخر الاسبوع انا احرمه منها، هي حتكون هذا عقاب مفيد وايجابي، ويعرف انه ما شارك بنشاط اجتماعي شارك عائلته فيه، وبنفس الوقت عرف انه هو كل سلوك بيعمله في له رد فعل وله او محفز او عقوبه. ولكن الضرب مثل ما ذكرتي بيعمل قله ثقه، ممكن كثير يصير عنده ردود فعل بيخاف. دائما انا بقول لهم الاطفال نوعين، يا بيطلع طفل انسحابي يا بيطلع عدواني، فنحن لا بدنا هيك ولا بدنا هيك، نحن بدنا نكون دائما ماسكين العصا من النص ودائما عم نتوازن بعلاقتنا مع الطفل. وانا بقول لهم دائما لما الام بتنفعل او الاب ينسحبوا من الموقف احسن ما يكون في تصرف غير عقلاني. تماما، صحيح. ما قدر يضبط انفعاله. مزبوط. نعم، يعني ايضا هلا مثل ما بنعرف بفصل الصيف هلا في مساحه كبيره للاهل يكونوا مع اطفالهم بغض النظر اذا كان في انشطه صيفيه او غيرها، حتى يمكن دائما الشغلات الترفيهيه كل ما انتقيناها بطريقه يمكن مميزه فعلي. كل ما كان الطفل مميز. نحكي شوي عن الانشطه الصيفيه. هلا دائما نحن في عندنا هون فئات مختلفة من الأهالي، في ناس بتقدر تحطهم بأنشطة، في ناس ما بتقدر. ما فيها. صحيح. فأنا بقول لهم في نقطة أساسية ببناء الثقة للطفل الصبي إنه يعمل نشاطات مع أبوه، إن شاء الله لو يأمنوا ينزلوا بشكل يومي يجيبوا أغراض للبيت. حلو. ينزلوا مثلا يقول له أنت فوت حاسب مثلا. هي بتعطي ثقة بالنفس، أنت فوت هالمرة نقي لي مثلا كيلو هالخضرة، أنت نقيهم على ذوقك، اليوم نتغدى على ذوقك أنت. هي قد إيه تفاصيل كثير بسيطة وغير مكلفة ولكنها كثير جيدة لبناء شخصية الطفل. فما بالك البنت بعلاقتها مع أبوها، دائما الكلمات المعززة الأب اللي بيعطيها للبنت لبنته هي كثير حافز أساسي لبناء شخصيتها. لما بيمدح شكلها، بيمدح ثيابها، بيمدح تصرفاتها، بيمدح طريقة كلامها، كثير بقوم بسلوكها بطريقة كثير إيجابية ولطيفة. ما بيعود لا بده لا يستخدموا لا الضرب ولا العنف ولا شيء، ممكن بطريقة كثير لطيفة إلا أنا كثير بحبك أنت تحكي بصوت واطي مثلا. فهي مستحيل بقى مثلا تعيط بالبيت، او مستحيل تعمل هذا السلوك اللي مثلا عم بعطيكي مثال انه ممكن يزعج. نفس الشيء بالنسبه للشاب، نحن بنستخدم مفردات انه لو صرت كبير بعد بساعه هلا انت صغير ما في تروح معنا، هذا كمان انه تبع تمدوا انا كبير ولا صغير. فكمان هذا الموضوع كثير بسيط، ولكن لما بعرف انا استخدم المفرده واثبتها عليها كمان بتعطيني منتج كثير لطيف. نعم، يعني رندا كثير معلومات قيمة اعطيتينا اياها، وخاصة بموضوع كثير حساس يمكن الاهالي ما بيحسوا كيف عم يتعاملوا مع طفلهم، وخاصة بضغوط الحياة وسرعتها خلينا نقول. فما يمكن اي كلمة ما ينتبهوا لها، كل كلمة اثبتت الدراسات الحديثة بتأثر على نفسية الطفل. تمام. وفعلا في اشياء ذكية، ودائما بنقول الكلمة الحلوة دائما
بتفتح لك كل شيء. تمام، بتفتح يعني كل المجالات الحلوة. نتشكرك يا رندا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك رندا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويا رب هيك يكونوا مشاهدينا قدروا يستفيدوا منها.